بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، أول درس لمادة الاجتماعيات للصف الأول المتوسط، وأول دروس وهو شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. شهدت شبه الجزيرة العربية حضارات عديدة قبل ظهور الإسلام، وكان لها إسهامات في مجالات كثيرة ميزت المنطقة، وكانت لها سمات سياسية ودينية واجتماعية وثقافية اتصفت بها. فما أحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية؟ سوف نتعرف في درسنا لهذا اليوم على أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية، وكيف كان حالها من الناحية السياسية والاجتماعية والدينية. بداية، نتعرف على موقع شبه الجزيرة العربية. أين تقع منطقة شبه الجزيرة العربية؟ تقع في قلب العالم. إذن تقع منطقة شبه الجزيرة العربية في قلب العالم، تربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا. لذلك فإنها كانت ملتقى للتجار. إذن بسبب أنها تقع في قلب العالم وتربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، فهي ملتقى لتجار العالم. ويزيد أهميتها أن فيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وقامت فيها حضارات ونشأت فيها اللغة العربية. إذن أهمية منطقة شبه الجزيرة العربية أنها تقع في قلب العالم، تربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، فهي ملتقى للتجار، ووجود بيت الله الحرام والكعبة المشرفة فيها، وأنها منبع للحضارات ونشأت فيها اللغة العربية. نتعرف على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية. بداية، نتعرف على الحالة السياسية. كانت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ممالك وقوى سياسية متنافرة استمرت مئات السنين إلى أن ظهر الإسلام فوحدها. وقد انتشرت بين القبائل حروب طويلة مثل حرب داحس والغبراء، التي اشتعلت بسبب منافسات بين فرعي قبيلة غطفان وهما عبس وذبيان. دامت هذه الحرب نحو 40 سنة، أزهقت فيها أرواح كثيرة، وتعلم العرب من هذه الحرب أن النزاع والاختلاف والتناحر لا يورث سوى القتل والتخلف وفقدان الاستقرار، كما وقعت أيضا على شبه الجزيرة العربية محاولات من الإمبراطورية الساسانية في فارس والإمبراطورية البيزنطينية للسيطرة على بعض مناطقها. إذن الحالة السياسية في شبه الجزيرة العربية، كان هنالك قوى سياسية متنافرة في داخل شبه الجزيرة العربية، وأيضا وجود قوى خارجية تريد السيطرة على شبه الجزيرة العربية، وهم الإمبراطورية الساسانية في فارس والإمبراطورية البيزنطينية. كان هنالك محاولات للسيطرة على منطقة شبه الجزيرة العربية لأهمية موقعها. لذلك فإن السمة العامة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام هو الاضطراب والتناحر وتعدد الزعامات السياسية. إذن كان هنالك اضطراب وتناحر وتعدد في الزعامات السياسية. نشاط واحد يعلل الطلبة ما يأتي: كثرة الحروب والخلافات داخل شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.
إذن بسبب التناحر والتنافر بين القوى السياسية والمنافسات بينهم. باء محاولات الإمبراطورية الساسانية في فارس والإمبراطورية البيزنطينية السيطرة على شبه الجزيرة العربية بسبب ضعف القبائل العربية نظراً لتنافر القوى السياسية. والحروب الداخلية إذن الإجابة بسبب ضعف القبائل العربية نظراً لتنافر القوى السياسية والحروب الداخلية. ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الدينية. شرف الله سبحانه وتعالى شبه الجزيرة العربية وجعلها أرض التوحيد والحنيفية، ففيها هبط آدم وحواء عليهم السلام وفق بعض الروايات في مكة المكرمة، وقد انتشرت الحنيفية بعد أن قدم إبراهيم عليه السلام من فلسطين إلى مكة المكرمة، وأمره الله بأن يرفع قواعد بيت الله في مكة المكرمة، ثم انحرف بعض العرب في شبه الجزيرة العربية عن هذا الدين، فانتشرت عبادة الأصنام والشرك بالله، وقد تعددت الديانات في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها الديانات السماوية وهي الحنيفية واليهودية والنصرانية. إذن الديانات السماوية عندنا الحنيفية واليهودية والنصرانية. الحنيفية وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، ملة التوحيد، وقد تمسك بها بعض سكان شبه الجزيرة العربية ويسمى أتباعها الحنفاء، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل البعثة على هذه الديانة. هي دين التوحيد واجتناب الشرك بالله. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهودية قد انتشرت على نطاق ضيق في غرب شبه الجزيرة العربية وجنوبها. النصرانية وقد انتشرت في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها. أيضا انتشرت ممارسات دينية أخرى وهي ممارسات بدائية اتخذت عدة مظاهر، منها عبادة الأصنام وعبادة الأجرام السماوية وعبادة النار المجوسية. عبادة الأصنام، إذ كان لكل قبيلة صنم، وهبل كان صنم الأعظم لقريش، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه أسماء أصنام العرب. عبادة الأجرام السماوية وهي الشمس والقمر والكواكب الأخرى، وقد أقيمت معابد لممارسة هذه العبادات وعبادة الطبيعة. النار المجوسية نشأت في بلاد فارس ثم انتقلت إلى بلاد العرب. كما ذكرنا أن مشركين قريش كانوا يعبدون الأصنام، ومع ذلك أقروا
بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن هم يعبدون الأصنام ولكن يغرون بوجود الله سبحانه وتعالى، وعللوا عبادتهم للأوثان بأنها واسطة بينهم وبين الله. إذن عللوا عبادتهم لهذه الأصنام بأنها واسطة بينهم وبين الله. قال تعالى: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإلى جانب هذه الديانات انتشرت بعض المعتقدات الباطلة، ومنها السحر والكهانة والعرافة والطيرة. وقد أدت هذه المعتقدات إلى الانحراف عن التوحيد، توحيد الله عز وجل، فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى نور الإسلام والهداية. الحالة الاجتماعية: كان المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ينقسم إلى قسمين، الحاضرة والبادية. الحضر هم السكان المستقرون في المدن والقرى، أما البادية هم الذين يسكنون الصحراء وينتقلون من مكان إلى آخر بحثاً عن الماء والعشب. أخلاق العرب وعاداتهم قبل الإسلام: كان العرب قبل الإسلام جوانب مضيئة في حياتهم الاجتماعية تمثلت في القيم المتميزة والأخلاق الكريمة، وهو ما هيأهم بعد إيمانهم لحمل رسالة الإسلام وتبليغها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. ووجدت عند بعض العرب قبل الإسلام بعض الممارسات والعادات السيئة، مثل العصبية القبلية والأخذ بالثار وحرمان المرأة من الميراث ووأد البنات. بعض الأخلاق الحسنة عند العرب قبل الإسلام: الوفاء بالعهد، حماية الجار، الشجاعة، الكرم والمروءة. إذن كان هناك عادات سيئة مثل العصبية القبلية والأخذ بالثار وحرمان المرأة الميراث ووأد البنات، ولكن تقابلها أيضا أخلاق حسنة عند العرب: الوفاء، حماية الجار، الشجاعة، والكرم والمروءة. نشاط 2: كان العرب معروفين بالكرم قبل الإسلام وبعده، فمن العربي الذي اشتهر بالكرم في شمال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ هو حاتم الطائي. إذن اشتهر حاتم الطائي بالكرم قبل الإسلام. ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثقافية والاقتصادية. كانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام نشطة اقتصاديا وحضاريا، فقد كانت التجارة فيها قوية، وخصوصا في طرق التجارة القديمة التي تمر في داخلها لتربط العالم. وكانت قريش تنظم رحلتين على مدار السنة، هما رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. إذن كانت هناك رحلتين تنظمهم قريش على مدار السنة، الرحلة الأولى رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، والرحلة الثانية هي رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وهذه الرحلتين ذكرت في القرآن الكريم في سورة قريش. وكانت مكة المكرمة مركز التجارة، وكان للعرب أسواق كثيرة يلتقي فيها الشعراء والتجار وعامة الناس. أبرز أسواق العرب في شبه الجزيرة العربية: عكاظ في الطائف، حجر اليمامة في الرياض، دومة الجندل في الجوف، ذو المجاز مكة المكرمة، مجنة مكة المكرمة، هجر الأحساء، حباشة في عسير.
ننتقل بعد ذلك إلى المعلقات السبع. برع العرب في الشعر من حيث أصالته وقوة أسلوبه، وقد كان سجلا تاريخيا وأداة التواصل والإعلام في ذلك الوقت. ومن أهم موروثات الشعر إنذاك المعلقات السبع التي اشتهر بها عرب شبه الجزيرة العربية، ولم يماثلهم فيها أحد من شعوب العالم. وتبرز المعلقات عراقة المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية. إذا كان الشعر هو سجلا تاريخيا وأداة للتواصل. ومن أهم موروثات الشعر ذكرنا المعلقات السبع التي اشتهر بها العرب في شبه الجزيرة العربية.